السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. الموضوع المرة دي هيبقى مختلف شوية عن التليكو عن الكروشيه. هنتكلم النهاردة مع بعض عن مشروع جديد حلو قوي وتقريبا منتشر جدا الفترة دي، وعايزة اقول لكم مشروع مربح ممكنك تعمليه وتنفذيه كمان، مش بس ان يبقى حاجة تبقى ليكي في شغل البيت، لا انت ممكن تنفذيه ليك انت شخصيا كمشروع او كذا. تعالوا مع بعضنا هنشوف المشروع بتاعنا النهاردة اللي هنتكلم فيه. هنتكلم مع بعض النهاردة عن مشروع التطريز. طبعا التطريز زي ما انتم عارفين بقى موضة، كل دلوقتي تقريبا بيتكلم عنها، غير كمان تطريز مناديل، كتب الكتاب والحاجات دي كلها، بقى مشروع مربح لبنات كتير قوي. فايه رأيكم لو بدينا مع بعض كده هوت كورس صغير هنتعلم فيه اساسيات الغرز اللي موجودة في التطريز، وايه هي الاساسيات اللي احنا نحتاجها او هنعتمدها في الشغل بتاعنا. تعالوا بسرعة نشوف الاول ايه الخامات اللي احنا هنحتاجها وما ينفعش خالص نستغنى عن حاجة فيهم. اكيد اول حاجة هنتكلم عنها هي الطرات. الطرات بتيجي باحكام كتير واشكال كتير، زي ما انتم شايفين دوت طقم على بعضه عبارة عن 5 مقاسات، اكبر مقاس فيهم مقاس 30 واصغر مقاس فيهم مقاس 7. دول الطرات دول بيجوا مع بعضيهم اللي هم اسمهم اللي هم البلاستيك، مش الخشب. طبعا في منه انواع كتير قوي انت ممكن تجيبيه. بصي بيتفتحوا بالطريقة دي زي ما انت ما شايفه الطاره بتبقى عامله ازاي من جوه ومن بره، وهوريكم ازاي بنثبت عليها القماش اللي احنا هنشتغل فيه. وعايزه اقول لكم من الحاجات السهله الجميله قوي اللي ممكن تجيبيها، وطبعا مش هتستغني عنها خالص في الشغل بتاعك. كبدايه ابتدي بالسيليكون دوت او البلاستيك، هاتي الطقم على بعضه اللي هما 5 مقاسات لانك هتحتاجيهم المقاس الكبير دوت بيبقى مريح جدا في شغل المنديل كتب الكتاب. المقاسات اللي هي الاثنين اللي جوه بعض دول بيبقوا حلوين قوي، يعني دوت انت ممكن صغير في اصغر كمان منه بتجيبيه وبتطرزي عليه وبيتباع كده اهوت بالتطريز بتاعه، اللي هي بتبقى علقات بتتعلق في البيت او بتتعلق في العربيات. المقاسين دول اكتر مقاسين بيتعملوا، بيتباعوا بيهم الطارة جاهزة لمولود لسه مولود جديد عايز تعملي له هدية كده حلوة، او مثلا يكتب عليها اللهم بارك هذا البيت وتتعلق في قلب البيت من جوه. في كمان ال3 مقاسات دول من بعض انا شفتهم جمال جدا جدا جدا، بيتعملوا وبيتلزقوا كده هو تحت بعضيهم بعد ما بتخلصي التطريز بتاعهم، بيكتب فيهم كل اعوذ برب الناس وكل اعوذ برب الفلق وكل اعوذ وكل هو الله احد. يعني بصراحة استخداماتهم كتيرة قوي. انا بفضل البلاستيك او النوع دوت من الشغل، لان الخشب مشكلته ان في انواع من انواع القماش بيتشد كده معايا وبينتش معايا، فمش الخشب مش عملي قوي في حاجه زي كده. بتجيبي انت البلاستيك بتشتغلي بيهم، وممكن بعد كده اهوت ان انت تجيبي اللي هو الخيط او اسفه الطاره الخشب وتلزقي عليها الشغل كالشكل النهائي. بس كشغل وهتبتدي بيه لا، ابتدي بالبلاستيك واشتغلي دايما فيه. فده يعتبر الاساسي بتاعنا. انا الطقم ده كله كنت جايباه ب50 جنيه، فانا عرضت ال5 قطع ب50 جنيه، فعايزه اقول لكم تحفه جدا وزي ما قلت لكم بينفع معايا كتير. طيب دوت اول حاجه في الشغل بتاعنا الطارات وايه احسن انواع الطارات. طيب في ايه تاني ممكن نستخدمه؟ اكيد طبعا اهم حاجه الخيط. انت عشان تجيبيها في عندك انواع كتير قوي للخيوط، في عندك الميلوني، وعندك الخيوط اللي هي بتاعت شركه مصر البيضاء اللي هي دلوقتي بقى مكتوب عليها اسم تاني كده، اللي هي زي خيوط القنفه بتاعه زمان. بصوا هي ديت العلبه اللي كان فيها الميلوني بتاعي كان 50، كنت جايبه اللي هي 50. صوره الميلوني اللي عليها العصفوره هتلاقوا في من تحت الكلمتين دول بيبقوا مختلفين، في كلمه مكتوب عليها اللي هي جوري، زي دي بتبقى الوانها هاديه ما فيهاش لمعه عاليه قوي، وفي اسم تاني بيتكتب بس بصراحه مش فاكره اسمه ايه كده، هو اسمه اكبر شويه. بتبقى الالوان بتاعتها اللي هي تحس انها الطاغيه فيها الفسفوري اللي بيلمع جدا جدا جدا، دي مش بتبقى حلوه قوي في استخداماتها لان استخداماتها بتبقى محدوده زي ما انتم شايفين كده دوت 50 لون. انا لما جبت العلبه فضيتهم في علبه عندي فاضيه اهم زي ما انتم شايفين، هم دول ايه الالوان بتاعه الميلونيه بتاعتي، الوان جميله جدا. في طبعا الوان كتيره جدا، بصوا زي ما انتم شايفين عامله ازاي. في منها
منها الخمسين في علبه وفي منها المية في علبه، فانت بتجيبي اللي انت محتاجاه. في كمان زي ما قلت لكم اللي هي بتاعه مصر البيضه اللي انا كنت قايله لكم عليها دي، حلوه برده مش وحشه، بس انا بحب الميلوني اكتر لان بتديني فرصه ان انا استخدم الخيط براحتي. انت الفتله بتاعتك بتبقى معموله على 6 فتلات، يعني احنا الفتله دي بنفكها وهتلاقيها معموله معاكي على 6 فتلات، فممكن تستخدمي في شغل معين او في تطريزه معينه فتلتين، في تطريزه ثانيه تستخدمي 3 فتلات، في تطريزه ثانيه بتستخدمي فيها الستة كلهم على بعض. فبتبقى على حسب الشغل ده، بيديني كده زي ملكه ان انا اختار اللي انا عايزاه. انما للاسف الخيوط دي بتبقى صعبه في فكها، وبتبقى عباره عن فتله واحده مضمومه كده على بعضيها، يعني هي تقريبا فتلتين او حاجه، بس صعب ان انت تفكيها وتقدري انك تشتغلي بيها. فدي ليها شغل ودي ليها شغل، طبعا مش هتستغني خالص عنها. انا عامه مفضياها في العلبه دي ومحافظه عليها، كانت علبه كده فاضيه عندي علشان خاطر العلبه البلاستيك دي زي ما انتم شايفين مفتوحه قوي، فممكن انها تدخل تراب وحاجات زي كده، وطبعا زي ما انتم عارفين الشغل لازم يبقى نظيف. فزي ما قلت لكم في عندك مولونيه، عندك الدي ام سي، عندك الزهره البيضاء، في عندك كل الانواع الخيوط. في ناس كمان بتستخدم الخيوط بتاعه الكروشيه اللي هي بتاعه ديفا، اللي هي اسمها اليزا ديفا، بيعرفوا ان هم يفكوا الخيط منها زي ما انتم شايفين، تقدري انك تفكيها برده وتشتغلي بيها. بس انا بصراحه لما جربت لقيت الدنيا كلها دخلت معايا ببعضها والخيط كلكع، فمعرفتش بصراحه اشتغل بيها كتير. بس في نفس الوقت بحب اجيب اللي هم الجنجا لما بكون محتاجه ان اعمل حاجه معينه، وبشتغل بالفتله زي ما هي اللي هي ديفا عشان تبقى تخينه معايا شويه، فبتبقى بتملى معايا في غرزه الحشو وبتبقى شكلها حلو. فبحتاج برده الخيوط بتاعه الكروشيه فيها. اي خيوط عندك في البيت انت ممكن تستخدميها، لدرجه ان انا اول خالص ما ان انا اتعلم الغرز انا كنت بستخدم الخيوط العادية خالص بتاعتنا، اللي هي الخيوط العادية خالص اللي زي دي، كنت بمسك الخيط وكنت بعمله على 4 فتلات و5 فتلات و6 فتلات، وكنت بشتغل بيهم لما كنت بحب اتعلم غرزة معينة. فدي برضو من النصائح الحلوة قوي انتم ممكن تستخدموها. اهم حاجة في انواع الخيوط حاولي دايما وانت بتجيبيها خليكي مركزة في الخيوط اللي مش بتبهت، يعني على قد ما نقدر نستنضف الخيوط، كل ما بيبقى الخيط بتاعك نظيف كل ما بتيجي تلاقي الشغل بتاعك بيبقى انضف، وفي نفس الوقت ما يبهتش معاكي ويبوظ لك الدنيا دي كلها. من الحاجات التانية المهمة برضو معانا، اعتقد برضو لازم هي مهمة شوية عشان بتوفر عليكي كتير قوي في التطريز، الوان القماش. الوان القماش مهمة، اللي هي استنوا لكم منها الوان القماش دي، انا كنت جايباها تقريبا كانت ب50 جنيه. انت كده كده ما بتحتاجيش غير نقطه واحده اللي بتستخدميها، ما بتفتحهاش يعني، وانك تحطيها في قلب تفضي كتير منها لانها بتنشف بسرعه، فبتستخدمي حاجات بسيطه قوي. يعني بنحتاج اللون الابيض ساعات لفستان العروسه، بنحتاج اللون الاسود كتير مش ساعات في بدله العريس طبعا، لو انت مش حابه ان انت تطرزي شعر العريس برده بتستخدمي الاسود فيه، كمان البني لشعر العروسه بيبقى تحفه جدا. في كمان بقى الالوان الثانيه العاديه دي انت بتستخدميها في ايه؟ بتستخدميها في حاجات كتير، يعني انت مثلا عندك الاحمر والاصفر والابيض، او الاصفر والبني والابيض، الثلاثه دول لما بتدرجيهم على بعض بيديكي لون البشره، فده برده بنحتاجها كتير قوي في مناديل كتب الكتاب. في كمان عندك الالوان العاديه دي كلها لما بتيجي تصممي مثلا تصميم وبيطلع معاكي المساحه كبيره قوي وانت مش عايزه تخلصي عليها خيط كتير، فبتستخدمي الالوان ديت عليها انك بتلوني القماشه وبتسيبيها يوم كامل، ثاني يوم بيكون اللون نشف عليها وثبت عليها. فدي برده من الحاجات الجميله اللي مش هتقدر تستغني عنها بصراحه. فدي الوان للاسف هنحتاج ليها الوان القماش، ممكن في الاول ما تحتاجيهاش قوي، بس زي ما بقول لك هي مفيده مفيده ومهمه جدا. تمام كده، فدي من تاني حاجه هنحتاجها. طيب انا جبت كل دول. في برضو اساسيه كده طبعا ما ينفعش ان احنا نستغنى عنها، خلي بالكم الفرشه اللي بتيجي مع العلب ما بتبقاش حلوه خالص، فحاولي على قد ما تقدري ان انت تشتري فرشه تاني تكون رفيعه وتقدري انك تستخدمي بيها. لو عندك فرشه مكياج انت مش محتاجاها ممكن برضو تستخدمي بيها، فانا بصراحه جايبه فرشه تاني خالص. هنيجي نتكلم عن اهم اساسيه عندنا، ابر التطريز. ابر التطريز بتتعمل بمقاسات كتير قوي، تقدري تستخدمي اي مقاس انت عايزاه. انا المقاس بتاعي رقم واحد، من المقاسات الحلوه قوي اللي انا بحس ان هي حلوه ومفيده معايا، بتمشي مع قماش كتير قوي. طبعا كفي بدايه انت ممكن تجيبي اللي هم الابر اللي بتبقى زي دي، بتبقى حلوه ومفيده. ممكن بقى بعد كده بقى مع الاستخدام تقدري انك تجيبي الابره تكون تخينه شويه مثلا لقماش تخين، او تجيبي ابره رفيعه لقماش رفيع وهكذا، فهيبقى عندك درايه كتير. فاكيد ابر التطريز من اهم الابر اللي لازم تكون موجوده معاكي.
في بقى كمان طبعا القصافه، في معاكي اللضامه. اللضامه انت بتستخدميها في الابر، صدقيني ما تحاوليش تلضمي الابره كده منها فيها لانك هتتعبي وهتضيعي وقت كتير. هاتي لضامه، لضامه اصلا بجنيه، بتدخليها في الابره وتلضمي بيها، ما تاخدش معاكي وقت وهتوفر عليكي وقت كتير قوي في الشغل. طبعا قصافه بنقص بيها، المسطره الدوائر برضو من الحاجات المهمه قوي وهتحتاجيها كتير. الدوائر فوائد كتير قوي بنحتاجها، كبيره صغيره بتقدري تستخدمي فيها. فمتهيالي من الحاجات يعتبر المهمه، احسن ما تقعدي ترسمي دايره بايدك وفي الاخر ما تطلعش معاكي مظبوط. طبعا هنحتاج مزوره عشان خاطر ناخد مقاسات الشغل اللي احنا هنشتغله، فاكيد محتاجه معاكي مزوره. هنيجي بقى لحاجه تاني برضو من الحاجات المهمه، هي الكربون والورق الشفاف. لو انا مش عندي ورق شفاف، انا ده على فكره جايباه فرخ كبير احسن بكتير قوي من الورق الشفاف اللي هو بتاع زمان اللي عامل زي الكراريس ده، ما انصحش بيه بصراحه. هاتي فرخ احسن، بتقصي زي ما انت ما عايزه على حجم الطاره اللي انت عايزاها. انت بتاخدي الطاره اللي انت عايزاها وبتحطيها على الورق وبتقومي رسمة المسافه بتاعتها عشان تقدري انك تحطي الشغل جوه الطاره. ففي اوقات كتير قوي الطاره الكبيره هتتعبك فيها وتحتاجي انك تاخدي ورقتين ثلاثه من الشفافين دول. بصراحه شايفاها انها مش عملي زي الفرخ ده، والفرخ ده احسن. في كمان ناس بتستخدم الفوزلين المائي، في ناس بتستخدم ورق الزبده او حتى ورق الكراسه لو تقدري انك تشفي بيه. وهعمل لكم ان شاء الله فيديوهات تانية هوريكم ازاي انا اقدر اشيف التصميم بتاعي من غير ما اضطر ان انا اطبعه وانزل اروح مثلا لمكنه تطبعهولي وارجع واقعد اشتغل بحاجه سهله قوي من الموبايل، من اللابتوب، من الكمبيوتر، من وانت قاعده في البيت. الكربون كمان برضو من الحاجات المفيده قوي معانا، المهمه معانا. فاوقات كتيره ما بتعرفيش ان انت تنقلي التصميم زي ما هو على الحته، بتبقى الحته مثلا او القماشه، فاوقات كتيره بتبقى القماشه سميكه او لونها سميك فما بتشفش اللون من تحتيها او الرسمه من تحتيها، فتقدري ان انت تستخدمي الكربون دوت، بتحطيه وبتحطي فوقيه التصميم وترسمي زي بالظبط الشف بتاع زمان. القماش بتاعنا من الحاجات المهمه وانواعه كتيره قوي، انت ممكن تستخدمي اي قماشه تقدري تطرزي عليها، اي قماشه. بس طبعا مناديل كتب كتاب ليها قماش معين، الطرات الجاهزه ليها قماش معين. واحنا ماشيين كده مع بعضينا في الكورس بتاعنا هنبتدي هنتكلم عن انواع القماش بالراحه، لان انت في قماش كتير زي مثلا الستان التركي، في عندك الكتان، في عندك كمان الحرير، في عندك البودره، وفي عندك كمان الروزالين. ففي انواع كتير قوي، فعشان ما تشغليش بالك بيها انت حاليا كانك هتتدربي، فممكن تتدربي مثلا في اقول لك ايه في ارخص نوع قماش ممكن تتخيليه، هاتي بافته وتدربي عليها. فدي من الحاجات الرخيصة السهلة، تقريبا المتر ب10 او ب12 جنيه، ممكن انك تجيبي متر واحد ونقعد نتكلم نتعلم مع بعضينا حتى في اصغر مقاس، مش لازم انك تتعلمي في اكبر مقاس، وهنشتغل واحدة واحدة مع بعضينا. دي الحاجات الاساسية المهمة اللي لازم تكون موجودة معانا في كورس التطريز بتاعنا. فيلا بقى تابعوني عشان ان شاء الله هنبتدي مع بعضينا على طول الكورس، وهنشتغل فيه كده يعني فيديوهين ثلاثة ورا بعض، هنبتدي على طول بالتطريز. يعني احنا كده دي الاساسيات، فيلا بقى جهزي معايا طراتك، جهزي معايا القماش بتاعك، ويلا بسرعة هنشوف هنعمل ايه. ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هنتعلم ازاي نصمم التصميم بتاعنا، وازاي نقدر ان احنا نشفه على الورق وبعد كده نرجع تاني نقوم حاطينه على القماش بتاعنا عشان نبدا على طول التصميم بتاعنا. شكرا جدا لمتابعتكم، وما تنسوش لاول مره تشوفوا الفيديو بتاعي لايكات بقى كتير، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. واستنوا معايا احلى كورس واسهل كورس تتعلمي بيه التطريز وتبتدي بيه المشروع بتاعك. ويلا بقى بسرعه جهزي كده جروب يكون حلو عشان نبتدي ان شاء الله نعمل مع بعضينا المشروع الجميل السهل ده. شكرا جدا لمتابعتكم.